مع ارتفاع تنافسية وجودة المنتجات الإماراتية المصدرة للخارج ونجاح الجهود الحكومية لتنويع صادراتها، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الصادرات الإماراتية غير النفطية وصلت إلى 219 سوقاً عالمياً خلال النصف الأول من هذا العام، حيث أوضح المركز في أحدث تقاريره أن هناك نمواً في أسواق الصادرات الإماراتية وأسواق إعادة التصدير والواردات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو الأمر الذي يدعم الدور المهم للدولة على خريطة التجارة الدولية كمركز إقليمي وعالمي رئيس للتجارة، ويرسخ مكانتها كبوابة عبور للتجارة بين الشرق والغرب. حيث وصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 219 سوقاً عالمياً خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 215 سوقاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد أسواق إعادة التصدير 231 سوق خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقابل 230 سوقاً في الفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغ عدد أسواق الواردات الإماراتية 241 سوقاً مقابل 240 سوقاً خلال فترة المقارنة. ووفقاً للإحصاءات، تعد الهند وسويسرا والسعودية وهونغ كونغ وسلطنة عمان أكبر أسواق الصادرات الإماراتية على التوالي خلال النصف الأول من هذا العام، كما أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن أسواق الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا تعد أكبر الأسواق التي استوردت منها الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث كانت أهم السلع المستوردة من الصين أجهزة اتصالات وأجهزة معالجة المعلومات إلى جانب سيارات وأجهزة تكييف الهواء وشاشات عرض، وكانت أهم السلع المستوردة من الهند زيوت معدنية عدا الزيوت الخام والماس إضافة إلى حلي ومجوهرات وأجزائها. وبالنسبة لأهم السلع المستوردة من الولايات المتحدة فكانت أجهزة وتوربينات